لحد دلوقتي عندنا اي سي ميلان فاز على نابولي بهدف دون رد، والهدف جه عن طريق اسماعيل بن ناصر النجم الجزائري. الهدف جه في الدقيقه 40 زي ما انتم شايفين، عندنا ابراهيم دياز خد الهجمه ادها للياو على اليمين، لياو ردها تاني المفروض لاسماعيل بن ناصر، لكن ابراهيم دياز لمسها حاجه بسيطه جت لاسماعيل بن ناصر، ادها يساريه على يمين الحارس، خدت رجل الحارس ودخلت. طبعا هدف عالمي لاسماعيل بن ناصر، يعني حاجه كويسه ان لاعب عربي يسجل في دوري ابطال اوروبا، دي حاجه كويسه، ما يبقاش هو محمد صلاح مثلا بس ولا رياض محرز، لا ده عندنا اسماعيل بن ناصر يا جدعان متالق في ايطاليا، وزي ما انتم شايفين كده زلاتان ابراموفيتش الاسطوره السويديه، وزي ما انتم شايفين كده ابراموفيتش بيسقف لاسماعيل بن ناصر على الهدف اللي سجله في مرمى نابولي. ده دليل على ان الهدف اللي سجله اسماعيل بن ناصر يعني هدف كويس وعجب ابراموفيتش. ابراموفيتش زي ما احنا عارفين الغرور اللي عنده، وفي الاخر بيسقف لاسماعيل بن ناصر، فدي حاجه كويسه يعني.